كابتن عادل، كنا بنتكلم قبل المؤتمر ولكن لينا تعليق على كلام مستر فايلر، ولكن نتكلم الاول على الهدف بتاع حمدي فتحي. الهدف في تمرير كتير وده نتيجته ان بقى في وصله جوه الملعب. دي اللي كانت ما كانتش موجوده في الشوط الاول، وجزء كبير لغايه تغيير وليد سليمان وجيرالدو. ايوه، ال 4-4-2 ليها مميزات وليها عيوب. عيوبها ان انت كان نص الملعب متاخد منك بشكل كبير جدا، وده واضح في الاستحواذ الشوط الاول وواضح في استحواذ الشوط الثاني. لو جينا عملنا استحواذ اخر الوقت اللي نزل فيه وليد سليمان واجايه لما لعبنا واحمد فتحي، الامور اختلفت شويه. صحيح. وده الوقت اللي دخل اللي جه فيه الجول. يعني كره الهدف دي ما اتكررتش خالص طول الوقت في المباراه. كل الكره اللي متكرره كره طويله من الشناوي على طرف على الجناب، او كره بيستلمها الشيخ او جيرالدو على الجناب ويطلع باك يبقى موجود، لكن مفيش لعب كتير جوه الملعب. وده اللي حصل في كره الهدف الثاني. ده ملخص المباراه. فده برده انا شايف ان هو احنا برده مفروض واحنا شغالين نقارن بين الوقت ده عامل ازاي والوقت ده عامل ازاي. في فرص جت على الاهلي او في فرص جت على الاهلي محتاجه تتعالج ومحتاجه يتراجع عليها بشكل كويس. في حاجات جيده موجوده ان احنا موجودين في ان انت بتشتغل عرضيات كويس وبقى في تسجيل من مروان ومن وبرجي بيشتغل كويس فيها. بس امتى يعني تركيب الحاجات دي امتى؟ ابدا بايه وانهي بايه؟ هو ده برده حاجه مهمه جدا. انا محتاج ان انا هل الوقت اللي انا محتاج امسك فيه كوره هو اللي في الاخر، ولا ان انا ابدا من الاول عشان يبقى عندي الفرقه واقفه على رجليها طول الوقت؟ خد بالك 4-4-2 دي من اصعب الطرق في الجري وفي ان انت في الملعب. دفاعيا صعبه جدا وهجوميا صعبه جدا. انت بتلعب اثنين في نص الملعب مساحه كبيره جدا عليهم، والاثنين في نص الملعب دول منهم واحد مش لعيب في حاجه الملعب. كمان بدون قطع كلامك ان انا بلعب باثنين في نص الملعب منهم واحد يمتاز اصلا بلعيب نص ملعب بالزبط. مش لعيب نص ملعب هي بالزبط. كويسه لو انا بلعب لو هلعب بالطريقه دي يبقى العب 4-1-3-2 ال3-2 دول او 3-1-2 يعني الثلاثه اللي في نص الملعب دول لعيبه نص ملعب. أيوة. ما يبقوش وينجين. أيوة. لا وينجين كتير مع لعيب ديفندر واحد وفي لعيب رقم 10 اصلا. أيوة. فصعبه هي كويسه بقى. وانا شايف ان هو لو تركيبه بادجي ومروان دي الراجل مقتنع بيها جدا. ليه ما العبش 4-3-1-2 واستغل وليد سليمان او قفشه واحد من الاثنين واستغنى عن الاطراف دي والعب بلعيبه نص ملعب. ما فيهاش حاجه. أيوة. دي تركيبه زي مباراه تركيبه الزمالك. أيوة. تركيبه مباراه الزمالك اتلعبت 4-3-2-1 بس قفشه بيلعب على بيدافع من بره الملعب. دي طريقه مناسبه. انا شايف دي طريقه مناسبه بس محتاجه حفظ كتير ان واجباتها الدفاعيه مركبه ومعقده وصعبه. سعادة دلوقتي لسه مش متوفر الاثنين اللي هيلعبوا في وسط الملعب اللي هم يبقوا 8 يروحوا ويجوا. فاهم قصدي ازاي؟ يعني لو لعبت ب 4-3-1-2 وليد سليمان هيبقى تحت الراس الحربة. عندنا السوليه لما يرجع السوليه. ايوه عندنا السوليه وديانج وحمدي. حمدي فتحي. لو احنا بنفكر هنا بقى اللعيب الثمانيه اللي هيروح ويرجع ديانج انا ما اعتقدش يقدر يعملها. ماشي ديانج لعب 6 لان انت محتاج ديانج لعب 6 وحمدي والسوليه برضو يعني مش عارف انت محتاج مواصفات زي مين. السوليه ممكن يعملها. كريم نيدفيد لو سليم يعملها لك كويس جدا. محمد محمود لو موجود يعملها يعني في مواصفات لعيب وحمدي اللي هو ممكن يعملها. اللي هو يعني يقدر يروح على البوكس ويخلص بس حمدي ممكن يعملها على فترات بس مش على الاقل هتبقى موجود. خد بالك الثلاثه دول تكملتهم برضو مش هتبقى بالشكل الكبير ان الثلاثه دول تامينهم اكتر للباكين. الباكين هيبقى ليهم دور اكبر في الطريقه دي والاثنين والواحد تحتهم. خد بالك دي اكتر وقت الاهلي كان فايق فيه جدا وقت اللي كان فيه ابو تريكا وفلافيو ومتعب لما كانوا بيلعبوا الثلاثه مع بعض. بس العناصر مختلفه. مش معترض خالص وفي فرق في الامكانيات خلينا صراحه وفي فرق في التاريخ ان هم الوقت الثلاثه دول اخذوا وقت كبير جدا مع بعض. بس انا بقول ليه لا؟ طالما هلعب باثنين ملعب تحتهم وليد سليمان او العب تحتهم قفشه وهم الاثنين يتبادلوا الادوار دي. طالما انا عمال اجيب قفشه واديه ناحيه اليمين واجيب وليد سليمان واديه ناحيه اليمين وبعد كده اجيب حد تاني بمواصفات هجوميه بس ناحيه يمين او ناحيه الشمال فليه لا؟ انا شايف ان هي طالما احنا دلوقتي في وقت تجربه انت بتجرب وفي حاجات كتير جدا بتتجرب ليه لا؟ ليه ما اخدش جزء في المباراه تجربه؟ فانا شايف ان مهم جدا ان لازم يكون فرقه الاهلي الفرقه الكبيره لازم يكون عندك الوصله او الربط بين الخطوط. 4-4-2 ما فيهاش اي ربط بين الخطوط لا دفاعيا ولا هجوميا. طيب